بسم الله الرحمن الرحيم. طارق حسين البرمبولي بيرحب بحضراتكم في الانستراكشن كورس اوف بيزك اوبثالمولوجي، واللي بندرس فيه النهارده جزء من اللاكريمال سيستم او اللاكريمال اباريتس. زي ما تعودنا نبدا مع بعض بصوره التامل، وسورة التأمل النهاردة شايفينها عبارة عن مجرى مائي يتوسطه سد. السد بيتحكم في المية اللي تمر في هذا المجرى، وبالتالي بيكون بحيرة عظيمة خلف هذا السد. في ناس افتكرت سورة السد العالي وبحيرة ناصر، استخدام السد العالي إثارة حماسة الشعب وقتها، بغض النظر عن الخلاف العلمي المثار حول أهميته. وناس افتكرت بحيرة ناصر وإهمال استغلالها كمزرعة سمكية ضخمة لمصر. بعضنا افتكر سد مأرب، وهو سد في اليمن قدر الله سبحانه وتعالى للسد أن ينهار وتجري في المياه سيل العرم قوم سبأ وجنتهم بعد إعراضهم عن الإيمان بربنا سبحانه وتعالى. ناس تانية افتكرت القوة العظيمة لسقوط المية من خلف السد إلى أمامه واستخدامها لتوليد الكهرباء. ناس تانية افتكرت أقوى قوة مائية على سطح الأرض، كما يقول الفلاسفة، هي قوة دموع النساء. بعدين أفكر في حكمة إتقان بناء السدود وحساب الضغط خلف السد، لأن أي خلل في الحسابات هيؤدي إلى انهيار السد. أي ضغوط شديدة خلف السد قد تؤدي إلى انهياره، بالضبط زي انهيار الإنسان أمام الضغوط المتلاحقة. طيب إيه علاقة الصورة دي بدرس النهاردة؟ أصل النهاردة هنتكلم عن سد وعن بحيرة، هنتكلم عن مجرى الدمع، ولو اتسد إزاي بيعمل بحيرة من الدموع خلفه. هنتكلم عن اللاكريمال باسج and its obstruction. كلاكيت ثالث مره في اللاكريمال سيستم. خدنا اول مره من فضل ربنا علينا الاناتومي عند بري كورنيال تير فيلم، ثاني مره خدنا ديزيز اوف لاكريمال جلاند، والنهارده هناخد الموضوع الثالث اللي هو اللاكريمال باسج. تعالوا نتخيل مع بعض الدموع بتمشي ازاي عشان نعرف ايه المشاكل اللي ممكن تحصل مع اللاكريمال باسج. اول حاجه الشارب بوردرز اللي ما بين الجلوب وما بين الايليد ده بيبقى اكت لايك كابيلاريز، عشان كده بيمشي فيه الدموع وتمشي من ناحيه العين عشان تروح توارد ذا لاكريمال بانكتاي. اللاكريمال بانكتاي دي مفتوحه اند ان كونتاكت وذ ذا جلوب، لو اتسدت هيبقى في عندنا مشكله، البانكتاي هتروح للكانالكولاي، والاثنين كانالكولاي لو اتسدوا برضو هيبقى فيه المشكله. عندنا ساكشن بامب شغاله في الساك، ولو البامب ديت بطلت تشتغل او الساك دي انفليمد هيبقى عندنا مشكله في الدموع. وبعد كده اخر حاجه النيزو لاكريمال داكت اللي هي واصله ما بين الساك والنوز، لو اتسدت برضو هتحصل لنا مشكله. يبقى احنا عرفنا المشاكل كلها ممكن تحصل فين، لو الشارب بوستيرور بوردر ده ما بقاش واضح، لو الجفن بعد عن العين، لو البانكتاي اتسدوا، لو الكانكلاي اتسدوا، لو البامب اكشن اوف ذا ساك ما اشتغلتش كويس، او النيزو لاكريمال داكت اتسدد، او الاند بتاعها اللي هو الفالف كان مقفول، كل ده هيعمل لي مشاكل هنتكلم عليها دلوقتي بالتفصيل. تعالوا مع بعض نشوف كل جزء من اللاكريمال باسج ايه اللي ممكن يحصل لو اتسد، وايه الديزيزز اللي ممكن تحصل فيه. تعالوا نشوف البنكتاي والكانالكولاي واللاكريمال ساك والنيزو لاكريمال داكت and their diseases. أول ديزيز من الديزيزز of lacrimal بنكتاي هو الإيفيرجن of the lower بنكتاي.
وإيفيرشن يعني تلف البر. مفروض البانكتم تبقى إن كونتاكت وذا جلوب علشان التير تخش فيها، إنما للأسف هلاقي البانكتم هنا إيه إيفيرتد، طلعت بر. والإيفيرشن ممكن يبقى برايمري أو سكندري مع الإنتروبيون، يعني البانكتم بس هي اللي تلف البر أو كل اللي يدي يلف البر زي كيسز أوف إكتروبيون. طب إيه اللي يخلي البانكتم تلف البر؟ اللاكستي أوف ذا ليد اللي بيحصل في الأولد إيج، أو الكرونيك بليفرايتس يعمل فايبروزس ويخلي البانكتم تبقى إيفيرتد، أو أي كوز أوف إكتروبيون أوف ذا لور أيليد. طب الحل بتاعها إيه؟ إن أنا أعمل دايثيرمي أو كوتري للكونجنكتيفا بيلو أند بيهايند بانكتم، إنديوس فايبروزس في الحتة دي فتلفلي البانكتم لجوه، يحصل فيها إنفيرشن على عكس الإيفيرشن اللي كان موجود. طب لو هي دي مايلد كيس، مايلد كيسز طبعا، لو هي مودريت كيسز او ماركت كيسز هضطر اعالجها زي الاكتروبيون بالظبط. تاني حاجه ممكن تحصل للبانكتم هي الاوبستراكشن، والحقيقه الاوبستراكشن اوف ذا بانكتم مي بي كونجينيتال اور اكوايرد، اكوايرد ديو تو تروما او فايبروزيس ات ذا ريزلت اوف تراكوما اول كيميكال بيرن. طبعا لما البانكتم تسد هيحصل accumulation للتيرز in front of the globe. بعالجها ازاي؟ بعمل dilatation of the bunctum، او في بعمل عملية اسمها ambulotomy. وambulotomy أمبولة اللي هي المكان اللي فيه البنكتم، بقطع البنكتم، يا اما بقطع قطع واحد سنب واحدة او اتنين او تلاتة، ويبقى عندنا فيه one or two or three snip operation، ودي بتبقى curative لأنني بسيب البنكتم مفتوح. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو دوت موجود على اليوتيوب بيقول لنا شكل ال 3 snip operation. This video shows you a 3 snip procedure to enlarge the lacrimal punctum. First, the punctum is dilated. It's important to obtain a triangular opening of the lacrimal ampulla by making three cuts at an angle of 60 degrees. The base of the triangle should be parallel to the inferior fornix. Triangular openings have less tendency to occlude. Afterwards, an irrigation test can be performed to assess the patency of the lacrimal duct. حاجة تانية ممكن أعملها اللي هي بالليزر، أصلح البانكتم بانكتوبلاستي باي ليزر. واخر حاجه ان انا بحط لاكريمال بلاج، ودي سداده، عباره عن سداده بحطها في البانكتم هنا لاكريمال بلاج. واحد يقول لي طب انت حطيت في البانكتم سددتها؟ لا انا مش هسدها، انا حطها علشان توسع البانكتم وما يحصلش حولها فيبروزس، بس هي نفسها لازم تكون فيها كنال من جوه عشان يعدي التيوب، ليها خرم يمشي التير فيه. عشان كده هقول التريتمنت هنا insertion of canalized plug. خليكم فاكرين البلاج ده عشان هستخدم البلاج في حاجات تانية في اللاكريمال سيستم. diseases of lacrimal canaliculi، عندنا الobstruction of canaliculus. والobstruction of canaliculus may be congenital
يتولد بالكانالوكلاي بتاعته 1 or 2 occluded أو acquired due to fibrosis after trauma or trachoma or due to fungal infection. وتلاحظوا حضراتكم هنا الفانجل انفكشن، أشهر فانجل بيجي هنا الستريبتوثريكس، وده بيبدي بيبقى فيه بيحتوي على سيرفر جرانيول، عشان كده تلاقي الديشارج اللي طالع هنا لونه أصفر. برضو بتحصل حاجة مميزة هنا هوت، إن شفايف أو الإيدج بتاعت البنكتاي بتطلع لبرة، وده بنسميها بوتينج اوف ذا بانكتم. شايفين الراجل ده عامل ازاي؟ الراجل ده مطلع شفايفه لبره، دي بسموها عبوس او بوتينج. تلاقوا نفس الكلام ده الايدج بتاعت الايه بانكتاي لفه لبره مع الفانجل انفكشن. ممكن الكانالوكلاي تتسد بلاش، زي ما انتم شايفين كده لاش يخش البانكتم والكانالوكلاي ويقفلها. واحد يقول لي لاش الصغير دوت يقفل الكانالوكلاي، لان الكانالوكلاي فيري ماينوت وفيري نارو، ممكن ايه يخش لاش زي ده يعمل اوبستراكشن فيها. طب العلاج ايه؟ ريموفال اوف ذا كوز. في عندي لاش بشيلها، في عندي فانجل بعمل له ميكانيكال ريموفال، وبدي انتي فانجل كريم وبينتينج ويز 2% ايودين. لو كانت مقطوعه الكناليكولي بعمل لها برايمري ريبير، وبحط فيها سيليكون تيوب علشان يحصل هيلينج اراوند ذي سيليكون تيوب. واذا كان عندي حته اكلودد خالص ممكن اقطعها واعمل ريستورشن لليومن مره تانية. طب افرض العمليه دي ما نفعتش، هعمل فتحه من الكونجنكتيفا تمر بالساك وتنتهي بالنوز، هتبقى العمليه اسمها ايه؟ كونجنكتيفو داكروسيستو راينوستومي. اوستومي يعني فتحه، راينو نوز، داكروسيست اللي هي الساك، وكونجنكتيفا اللي هي الكونجنكتيفا. يبقى هعمل فتحه ما بين الكونجنكتيفا مرورا بالساك تنتهي بالنوز، تبقى العمليه دي اسمها كونجنكتيفو داكروسيستو راينوستومي. بعملها لما التو كانريكولاي يبقوا مقفولين، او يبقى كمان عندي فيلير في البامب. اسال حضراتكم سؤال، يا ترى مين ليه مور سيريس افكت، الابر ولا اللور باسج اكلوجن؟ يعني لما تسد الابر بانكتم ولا اللور بانكتم، ولا لما تسد الابر كاناليكولر ولا الكاناليكولي ولا اللور كاناليكولاس، مين ليه الافكت اكتر؟ انا طبعا سامعكم كلكم بتقولوا اللور هو اللي ليه مور افكت، علشان 70% من التير باث ثرو ذيس لور باسج، لور كاناليكولاس لور بانكتم. Diseases of lacrimal sac and lacrimal duct. وأول حاجة عندنا هي الداكروسيستيتس، وداكروسيست يعني الساك، وايتس اللي هي inflammation، يبقى أكيد الداكروسيستيتس هي inflammation في اللاكريمال ساك. عندنا two types كبار، acute داكروسيستيتس و chronic داكروسيستيتس. الأكيوت داكروسيستيتس هو acute suppurative inflammation of the lacrimal sac. وعشان يحصل لازم يبقى عندي حاجتين، stenosis or obstruction of nasolacrimal duct، وفي نفس الوقت يكون معاها infection. طيب ممكن يبقى يحصل اول مرة وفي الحالة ديت هسميه de novo، او يبقى العيان عنده اصلا chronic dacrocystitis ويجيله attack of acute dacrocystitis. يبقى it may occur de novo or on top of chronic dacrocystitis. الانفكشن هيجي منين؟ ما احنا قلنا عشان يحصل داكروسيستيتس لازم يبقى عندي اوبستراكشن وانفكشن. الانفكشن بيجي من الكونجنكتيفا او من النوز، او ممكن عن طريق البلاد ستريم. الكوستيف اورجانيزم اللي بيعمل الاكيوت داكروسيستيتس ممكن يكون نيوموكوكاي او ستاف او ستريبت. يا ترى العيان هيشتكي بايه؟ العيان هيبقى عنده سيمتومز اوف رابيد اونست اند شورت دوريشن، اوف فيفر، هيديك اند ماليز، severe pain over the sac، وطبعا بيبقى معاه watering of the eye او epiphora لان الساك والدكت اتسدوا. لما احفظ العيان هلاقي عنده swelling between the inner canthus and nose. This swelling of rapid onset
and of short duration. The skin over this area is red and edematous. بعمل حاجة اسمها regurgitation test والحقيقة بيبقى نيجاتيف. عدوا regurgitation test دلوقتي لأن هشرحه بالتفصيل بعد كده وهنشوف ليه هو بيبقى نيجاتيف في الأكيوت داكروسيستيتس لأن الكانيكولاي بتبقى مسدودة بالإديمة. وفي ناس بتقول ما تحاولش تعمل regurgitation test. regurgitation test أنت بتضغط تحت الميديال بالبيرر لينجمنت على السويلينج ده لأن بيبقى very painful للعيان. ناس تانية بتقول لأ ساعات لما بضغط بعمل evacuation للباس اللي بيتكون جوه الساك. لو بصيت على submandibular lymph nodes هلاقيها enlarged وتندر. ممكن يحصل complication منه انه يكون لي abscess ويبقى lacrimal abscess او الابسس ده يفتح لبره ويعمل لي حاجة اسمها lacrimal fistula. السبريد بتاع الانفكشن ممكن يعمل لي orbital cellulitis وcavernous sinus thrombosis. والorbital cellulitis ممكن تؤدي الى العمى والcavernous sinus thrombosis ممكن يؤدي الى الوفاة. الديفرنشال دياجنوزيس بتاع الاكيوت داكروسيستيتس سيبتيك سبيشال سيست سيلولايتس فرانكل اوستومالايتس اوف ذا ماكسيلا او الاكيوت اسمودايتس كل دول بيبقوا اللاكريمال باسج بتاعها بيتنت وما بيبقاش العيان عنده ابيفرا. طب يا ترى هعالج الاكيوت داكروسيستيتس ازاي؟ ميديكال تريتمنت ان فورم اوف سيستميك انتيبيوتيك اند انالجيسيك بسايد لوكال انتيبيوتيك طبعا وورم كومبريسس nasal drop vasoconstrictors nasal drop trying to open the nasolacrimal duct. ممكن اضطر اعمل surgical treatment لو حصل pus formation or pointing بعمل drainage by skin incision. لو كونت عندي lacrimal fistula لازم اشيل الفيستولا ديت واشيل معاها الساك بعمل fistulectomy and dacrocystectomy. لو حصل عندي complication زي الorbital cellulitis أو cavernous sinus thrombosis should be treated well. الchronic dacrocystitis والحقيقة ده chronic inflammation في الساك في اللاكريمال ساك بتبقى الكلينيكال بيكتشر بتاعتها في الولاد الصغيرين مختلفة عن الكبار. عشان كده عندنا chronic dacrocystitis in adult وchronic dacrocystitis in infant. يبقى عندنا dacrocystitis acute دي اللي خدناها ودلوقتي هناخد الكرونيك داكروسيستيتس in infant and in adult. الكرونيك داكروسيستيتس في الادلت تبقى عبارة عن كرونيك inflammation of the lacrimal sac. عادة بتيجي من سن من 40 ل60 سنة common في المينوبوزال women لان بيبقى عندهم هرمونال ديستربنس بيعمل اتروفي في اللايننج ميوكوزا بتاع الساك والدكت. بيبقى عندنا اوبستراكشن. الاوبستراكشن ده ممكن يكون في الليزو لاكريمال دكت نفسها لو في كرونيك انفلاميشن او في كونجيشن في الفيسلز او الفين اللي حوالين الساك ممكن يقفلها يبقى ده بسميه congestive stricture. او الجزء الاخراني من القناة اللي هو في النوز يبقى مسدود بنيزل كوز زي نيزل بوليب او hypertrophied inferior turbinate او deviated septum قافل الساك. ده النيزل لاكريمال ساك نفسها. طب النيزل لاكريمال ساك معدية جوه النيزل لاكريمال بوني كانال. لو البوني كانال ديت حصل فيها ديزيز بريوستايتس او تي بي او تيومر او كسرت برضو هتقفل النيزو لاكريمال داكت. او المشاكل اللي ممكن تبقى سيناسايتس راينايتس او جرانيلوما او مشكلة في المكزيلاري انترم ديو تو تروما اند فراكشر او تيومر مي اكلود ده نيزو لاكريمال داكت. ايه الاورجانيزم اللي ممكن يعمل لي كرونيك داكروسيستيتس ان ادلت؟ الموست كومن اورجانيزم هو النيوموكوكاي وده الموست امبورتانت والموست سيريس. ساعات يبقى ستاف او ستريب وريرلي قوي اشوف تي بي او سيفلس.
لازم يبقى عندنا obstruction في نفس الوقت يبقى عندنا source of infection. والانفكشن ممكن يكون جاي من فوق وينزل لتحت بسميه descending infection لو جاي من conjunctiva، او يطلع من النوز يبقى ascending infection، او يجي bloodborne او عن طريق blood stream. مراحل التلاتة بتاعت الكورونيك داكروسيستيتس ثلاث مراحل. يحصل اول ستيزس للسكريشن جوه الساك والدكت، وبعد كده يحصل معاها انفكشن وكمبليكيشن، والمرحله الثالثه يحصل فايبروزيس وسكارينج. ما تنسوش المراحل الثلاثه دول، افتكر دايما ان حضراتكم بتمر في حياتكم برضو بثلاث مراحل. مرحله العشرينات ده بيبقى عندك وقت وعندك مجهود بس ما معكش فلوس. مرحلة الشغل ثلاثينات أربعينات لغاية الستينات يبقى عندك فلوس وعندك طاقة بس للأسف كل وقتك رايح للشغل ما عندكش وقت. مرحلة الستينات والسبعينات عندك وقت وعندك فلوس ولكن الطاقة بتاعتك بتذهب حبة حبة. وانت في العشرينات استخدم الوقت والطاقة على قد ما تقدر عشان تبني نفسك وما تفكرش بالفلوس. وانت في الوركينج ايج نظم وقتك كويس عشان تستفيد الطاقة والماني اللي عندك. وانت بعد سن المعاش اختار الحاجات اللي ما فيهاش مش محتاجة انرجي جامدة عشان تستمتع بوقتك وبفلوسك. كلينيكال بيكتشر اللي يميز الكرونيك داكروسيستيتس في الادلت عن الاكيوت داكروسيستيتس ان مفيش جنرال سيمتومز. صحيح في بيل السويلينج of chronic onset and long duration، إنما ما فيش معاه لا فيفر ولا ميليز ولا الليمفادينوباسي زي اللي إيه كنا بنشوفهم في الأكيوت داكروسيستيتس. أكيد العيان هيبقى عنده إبيفرا وأكيد هيبقى عنده ديسيتشار. الساينز على سويلينج between medial canthus and nose below the medial palpebral ligament. السكين over it تبقى normal. لما دوس عليها على السويلينج دوت هلاقيها نوت تندر، ولو بدورت على الليمف نودز مش هلاقي ليمف ادينوبس. بعمل حاجة اسمها regurgitation test، وده بشد العين كلها stretch the eye laterally واعمل pressure below the medial palpebral ligament by the little finger. مفروض ان انا ادوس على الساك ما يطلعش حاجة، انما في حالات الكرونيك داكتروسيتيس بيطلع سيريس فلويد او ميوكويد فلويد او ميوكوبيرولان ديسشارج. لو انا عاوز اعمل انفستيجيشن لكيس اوف كرونيك داكتروسيتيس بدور على ايه اللي سد الساك بالظبط زي الانفستيجيشن بتاع ايبيفورا، ودي انا اخدها بالتفصيل في الدرس الجاي ان شاء الله. لو انا عاوز اشوف الاورجانيزم لازم اعمل كالتشر وسنسيتيفيتي. يا ترى ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل من الداكرو كرونيك داكروسيستيتس؟ ان العيان ده جيله كرونيك كونجنكتيفايتس، والحاله دي بعض الناس بتحب تسميها لاكريمال كونجنكتيفايتس. في اورجانيزم دايما في الساك، كل شويه الاورجانيزم يطلع لبره يعمل ريكارنت انفكشن مع الابيفورا اللي بتحصل دايما، ينزل التيرز على السكين below the eye يعمل فيها اكزيما، والاكزيما تعمل فايبروزيس، والفايبروزيس تزود الابيفورا، واخش في السايكل بتاعت ابيفورا اكزيما اكتروبيون وافضل جوه السايكل ديت. من ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل كذا كومبليكيشن اوف كرونيك داكروسيستيتس الكورنيال ألسر. عندنا هايبوبيول ألسر بالذات هي اللي بتحصل، لان احنا عارفين ان الهايبوبيول ألسر او هنعرف الهايبوبيول ألسر بيسببها نيوموكوكاي، والنيوموكوكاي هنا موجودة فين؟ موجودة مالية الساك في الداكروسيستيتس. جاست يبقى عندي كورنيال ابريجن يخش خلاله من خلال الابريجن ده النيوموكوكاي. طب لو ما عنديش كورنيال ابريجن مش هيخش النيوموكوكاي، لان النيوموكوكاي cannot invade the intact epithelium of the cornea. يبقى عاوز كورنيال ابريجن صغير يخش النيوموكوكاي يعمل لي حاجة اسمها هايبوبيون ألسر. تخيلوا حضراتكم
ان الساك مسدودة من تحت. طب تتخيلوا برضو لو الانفلاميشن سد البوست كانريكولاي او البوست بانكتاي، اكيد الساك هتبقى ديستندد ويز ميوكس، وطبعا هيبقى العيان ده عنده ابيفورا لان الساك مسدودة من تحت. ولو حطيت له فلوروسين داي، الفلوروسين في عينه طبعا في التير هيصبغ الفلوروسين، عمر ما الفلوروسين هينزل في النوز، وبالتالي يبقى عندي حاجه اسمها بوزيتيف فلوروسين تيست. هتكلم على الفلوروسين تيست بالتفصيل واحنا بنشرح الابيفرا. الديفرنشال دياجنوزس عندنا الدرمويد سيست والميوكوسيل اوف فرونتال ساينس، والحقيقه الاثنين دول ما بيبقاش معاهم ابيفرا ولا ديسشارج. ممكن زي ما قلنا يجيله اكيوت اتاك ويبقى عندنا اكيوت داكروسيستايتس اون توب اوف كرونيك داكروسيستايتس، ممكن يعمل كمان ابسس فورميشن ولاكريمال فيستولا. من ضمن اسوأ الكومبليكيشن اللي ممكن العيان تجيله بتاع الكرونيك داكروسيستايتس انه لو راح يعمل انترا اوكلر سيرجري، لو راح يعمل ميه بيضاء او ميه زرقاء، عمليه ميه بيضاء او ميه زرقاء، والدكتور ما خدش باله ان هو عنده كرونيك داكروسيستايتس، هيعمل العمليه ويفتح العين في نفس الوقت، هيخش من نفس الفتحه ديت الاورجانيزم اللي كان موجود من الساك، يفاجئ ان العيان تاني يوم عنده اندوفثالمايتس او التهاب شديد جوه العين. يبقى الليابيليتي اوف اندوفثالمايتس افتر انترا اوكلر اوبريشن مي اوكير ان كرونيك داكروسيستايتس due to the presence of the organism in the sac. ممكن الأورجانيزم ده يروح للبلد ويعمل لي باكتريميا. بعالج الكورونيك داكسوستيتس في الأدلت by medical treatment in form of local and systemic antibiotic analgesic. لو أنا خايف أن يكون فيه obstruction with presence of foreign body بعمل repeated syringing with penicillin solution with adrenaline. ما بستخدمش البروبينج لان البروبينج في الكبار الريزلت بتاعته قليله، وممكن كمان يحصل سبريد للانفكشن معاه. والبروبينج هنعرفه بالتفصيل هو محاوله تسليك القنوات الدمعيه بميتال انسترومنت زي اللي انتوا شايفينه. لو عندي هيلسي ساك وهيلسي نوز، ممكن اوصل النوز بالساك في عمليه اسمها داكرو سيستو راينوستومي، افتح فتحه ما بين النوز والساك. لو في اتروفي في الساك او فايبروزس فيها ملهاش لازمه خلاص، او مش هعرف ان انا اوصلها بالنوز كويس، في الحاله ديت اشيل الساك اللي هي السورس اوف انفكشن اللي عندي، اشيلها كلها في عمليه اسمها داكرو سيستكتومي. واحنا قلنا اكتومي يعني اقطع، هقطع ايه؟ الداكرو سيست اللي هي اللاكريمال ساك. دايما في بعض الاساتذه بتحب تسال، لو جالك عيان وعنده كرونيك داكروسيستايتس وانت شايف ان في عنده رجرج، الساك بتاعته كل ما تدوس عليها بتطلع بس في نفس الوقت محتاج ارجنت انترا اوكلر اوبريشن، يعني جاله جلوكوما او عنده تروما في الجلوب ومحتاج تعمل له عمليه، هتعمل ايه علشان تتعامل مع الرجرج ده؟ عينه كلها مليانه بس واورجانيزم، لو فتحت العين وعملت عمليه هيجيله اندوفثالمايتس. الحاله ديت لازم اعمل كوترايزيشن للبانكتم، اقفل البانكتم اللي فوق والبانكتم اللي تحت علشان اعمل ايزوليشن للاورجانيزم من الكونجنكتيفال ساك، وابتدي اديله انتيبيوتكس علشان اجهزه للانترا اوكلر اوبريشن. الكرونيك داكروسيستايتس ان انفانت، وساعات بنسميها انفانتايل داكروسيستايتس او كونجنيتال داكروسيستايتس، هي عباره عن كرونيك انفلاميشن في اللاكريمال ساك في الانفانت due to obstruction of lacrimal duct. يا اما الاوبستراكشن ده نتيجه كونجنيتال انكومبليت كاناليزيشن of the duct أو membrane at the lower end of this duct أو imperforate Hasner valve. احنا عارفين ان في valve تحت اسمه Hasner valve، الفالف ده ما يكونش مفتوح أو يبقى epithelial
debris accumulated in the end of the nasolacrimal duct. الانس بتاعتها هي the most common congenital anomaly of the lacrimal system, usually occur 2 to 4 weeks after birth. بنكتشفها من اسبوعين لاربعة بعد بعد الولادة, لان في الفترة الاولانية ما بقاش فيه lacrimal secretion. Affect 1/3 of the newly born and 1/3 of the cases are bilateral. الحقيقة بنشوفها كتير قوي, ولكن بنطمن الأمهات لما بيجي لهم chronic dactylocystitis لأولادهم, بنقول لهم إن هما دي transient in most cases and patency of the duct occur within 3 weeks after birth. 90% of cases resolve in the first year of life. طب الكلينيكال بيكتشر والكومبليكيشن هي هي زي الكلينيكال بيكتشر والكومبليكيشن بتاع الكرونيك داكروسيستايتس ان ادلت, ولكن رير ان يحصل اكيوت داكروسيستايتس. لما اعمل ديفرنشال دياجنوزس في الاولاد الصغيرين في عندي حاجتين مهمين جدا لازم اعمل ديفرنشال دياجنوز منهم, والاثنين برضو بيعملوا ايبيفورم, العينين بتدمع, الاوفثالمينوناتورم والكونجنتال جلوكوم. الاوفثالمينوناتورم ده اكيوت كونجنكتيفايتس ان ذا فيرست 2 ويكس اوف لايف, بتبقى العين حمراء على عكس الكرونيك داكروسيستايتس ما بقاش فيه ريد اي. لو دوست على الساك هتطلع بص في حاله الكرونيك داكروسيستايتس الانفانت, انما الريجيرش هيبقى نيجاتيف في حاله الاوفثالميا نوناتورم. الكونجينيتال جلوكوما برضو فيها ابيفرا, ولكن الساك ولكن الدكت واللاكريمال باسج بتاعتنا بتبقى بيتنت. في حاجه تانية برضو اللي هي الاوستومايلايتس اوف ماكزيلا, وده بيحصل اكيوت انفكشن في الماكزيلا وفي نفس الوقت بيبقى مفيش اوبستراكشن في اللاكريمال باسج. ازاي اعالج الكرونيك داكروسيستايتس في الانفانت؟ ميديكال تريتمنت ان ذا فيرست 6 مانس اوف ايج لازم استخدمه الاول ان ذا فورم اوف انتيبيوتيك سيستميك اند لوكال اي دروبس اند اي اوينتمنت. طب يا ترى التريتمنت ممكن يكون سيرجيكال؟ سيرجيكال تريتمنت may be a solution of chronic dacrocystitis, but how؟ تعال اسال حضرتك سؤال, لو الحوض اللي عندك في الحمام او في المطبخ اتسد هتعمل ايه؟ هتجيب سباك؟ اه طب ما انا عارف ان انت هتجيب سباك, طب السباك هيعمل ايه؟ لما السباك يجي طبعا في حاجات صغيره ممكن انت تأديها بنفسك يعني, ومع ذلك هنجيب سباك, طب السباك هيعمل ايه؟ السباك عنده 3 اوبشن مالهمش رابعه. اول اوبشن السلاكه, طب ما كنت انت حطيت السلاكه الاول يعني, ضغط, مجرد ما عملت الضغط دوت ممكن الحوض يسلك. تاني اوبشن موجود عنده انه يجيب سيخ حديد ويمشيه خلال المواسير بالشكل ده هيسلكها من غير اي مشكله. ثالث اوبشن انه يقول لحضرتك المواسير دي مش نافعه, لازم نغير المواسير ونوصلها بالماسوره الرئيسيه بماسوره جديده. دول التلاتة موديولز او مودلز اللي احنا مفروض نستخدمهم واحنا بنعالج الابستراكشن في النيزو لاكريمال باثوي. اول طريقة عندنا هي السلاكة, والسلاكة عندنا بتقابلها في الكرونيك داكروسيستايتس تريتمنت في الانفانت المساج, والمساج of the sac content toward the nose to rupture the occluding membrane by rising the pressure inside the sac. يبقى انا بدوس على الساك علشان ارفع الضغط جوه الساك, فالكونتنت اللي فيها تفتح اضعف حته اللي هي مكان الاوكلوجن. لازم الكلام ده اعمله وانا عامل بانكتال اوكلوجن, يعني ايدي تبقى قافله البانكتم وتدوس على الساك تفضي الكونتنت بتاعتها توورد ذا نوز. المساج لازم عارفين انه ما بينفعش غير في الاطفال بس, وبستخدمه لمده 2 ويك ات ليست سيفرال تايم بير داي, والحقيقة most of cases cure with this massage within the first 6 months or life. في ناس بتقول لغاية 9 أشهر برضو بتجيب نتيجة كويسة مع المساج. وفي كتير جدا بيحبوا يخلوا الام هي اللي تعمل مساج, صعب جدا الام تعمل مساج للطفل, هتبقى حنينة عليه, الدكتور هو اللي بيعمل مساج وبيبقى ايه قلبه جامد شوية عليه. ما تخافش لو نزل من النوز
بليدنج. ما انساش ابدا واحده عملت لها طفله صغيره عملت لها مساج وبعد ساعه جت مزعجه جدا امها وعماله تصوت وتقول البنت نزل من مناخيرها دم. قلت لها مبروك دي خفت. انت لما بتعمل بريشر فتح الايه الفالف اللي كان مسدود, الفالف ده كان متغطي بشويه نزل ميوكوزا, نزل معاها نقطتين ثلاثه دم, يبقى معناها ان الكنال اتفتحت ومبقاش عندها مشكله. الاوبشن الثاني ان انا ادخل بروب اور ميتال يعدي من خلال اللاكريمال باسج, وده بستخدمه if the medical treatment fail. عادة بعمله من 9-11 شهر قبل ما يتم السنة, بيجيب نتيجة كويسة. بعمل probing through the upper canaliculus with great care to avoid injuring of the duct. والحاجة أول step في probing إن أنا بوسع البنكتم والكناليكولي by dilator اسمه نيتل شيب دايليتور, وبعد كده ابتدي ادخل البروب فيرتيكال الاول زي ما حضراتكم شايفين عشان يعدي الفيرتيكال بارت اوف ذا كانيكولر, وبعد كده امشي بيه هوريزونتال لغايه ما يخش جوه الساك, وبعد كده انزل بيه في الدايركشن بتاع النيزو لاكريمال داكت اللي هو داونورد سلايتلي باكورد اند لاترال لغايه لما يوصل للنوز. Small probes of gradual increasing caliber are used to probing lacrimal passage down to the nose. بستخدم الأول الرفيع وبعدين اللي أدخل منه واللي أدخل منه لغاية ما أوسع lacrimal passage. ده اللي بوسع بيه البنكتاي اللي فوق واللي تحت علشان أدخل بعد كده lacrimal probe. بعد كده في probes بستخدمها different size موجودة بدخلها في النيزو لاكريمال داكت, بدخلها عادة من الأبر بنكتم لغاية ما توصل النوز عشان لو في أي obstruction يتفتح في السك. ده اللي زي بالضبط السباك لما بيدخل إيه السيخ الحديد عشان يسلك المجاري. يا ترى ايه الديسادفانتج اوف بروبينج؟ اول حاجه انه بينفول, علشان كده لازم اعمله اندر جنرال انسيزيا في الاطفال ولوكال انسيزيا لو هعمله في الكبار. ممكن امشي في سكه غلط, ما امشيش في الساك ولا في الدكت ولا في الكانالكلاي, ادخل في حته تانية هعمل في الحاله ديت ايه فولس باسج. ممكن يحصل سبريد الانفكشن في السراوند استراكشر, وممكن ريبيتد بروبينج يسيبولي النيزو لاكريمال duct obstructed او يحصل فيها structure. طب انا بحط البروب بتوسع, ارجع اشيل البروب يرجع الفايبروزس مره تانية, يبقى انا محتاج ان انا اسيب تيوب جوه اللاكريمال باسج علشان ما يحصلش obstruction مره تانية. دي الطريقه الثانيه اللي احنا بسميها probing and silicone intubation, ودي بستخدمها لما يكون عندي النيزو لاكريمال داكت is partially obstructed مش totally obstruction. الحاجة التانية بعد على الأقل ما أعمل مرتين probing ويحصل failure. السيليكون تيوب زي ما حضراتكم شايفين بتبقى سيليكون تيوب ملضومة في two probe, ده probe ناشف ودي سيليكون تيوب هي الطرية. اللي بيحصل ان انا حضراتكم بدخل البروب الاولاني من اللور بانكتم واللور كانالكولي عشان يوصل النوز فيوصل لي السيليكون تيوب للنوز, ودخل البروب الثاني من فوق من ابر كانليكولاس علشان توصل للنوز. يبقى المنظر في الاخر عندي حته تيوب بره من الابر للور كانليكولاس وبقيه التيوب متدككه لغايه النوز.
بسيب التيوب في مكانها لمدة قد إيه؟ من 3 إلى 6 شهور، في ناس بتقول لغاية سنة، علشان يتكون فايبروزس حواليها، وبالتالي يبقى إيه؟ كأني عندي فايبروتيك تيوب موجودة حوالين السيليكون تيوب اللي أنا حطيت. واحد يقول لي طب ما طول ما هي موجودة هتبقى سدة النيزو لاكرمال باسج، عشان كده في ناس بتحب تستخدم الفينستريتد تيوب تو الاو ذا باسج اوف تير. اخر حاجة ان السباك يقول لك انت مضطر تعمل وصلة جديدة لان الوصلة القديمة بتاعت حضرتك مش شغالة، ودوت المقابل ليه عندنا الداكرو سيستوراينوستومي. اذا البروبينج والسيليكون فيلد او معرفتش اعمل انتوبيشن، لان مثلا عندي بوني انومالي في النيزو لاكريمال بوني داكت، في الحالة ديت هفكر في الداكرو سيستوراينوستومي، ان انا افتح فتحة ما بين الساك والمناخير، وديت في الاولاد الصغيرين بستنى لما يبقى الولد عنده few years على يبقى أقل على الأقل من وزنه من 20 ل 15 كيلو to sustain the blood loss without transfusion. بفكر حضراتكم تاني إن التريتمنت في الشيلدرن ميديكال تريتمنت ومساج أول 6 شهور، probing من 6 ل 12 شهر، probing وسيليكون انتوبيشن قبل ما يسم سنتين، وبعد كده داكروسيستوراينوستومي من 3 ل 4 سنين to avoid the blood loss and to avoid also the interference with the skull development. مقارنة بالكبار، الكبار كان عندنا medical treatment ما كانش فيه مساج، ما فيش داعي استخدم probing لما بيجيبش نتيجة كبيرة قوي، ما استخدم probing and silicone intubation، وممكن اعمل dacrocystorhinostomy واخيرا dacrocystectomy. ساعات ينادوا حضرتك ويقول لك تعال شوف بنت الجيران عندها swelling between the inner canthus and the nose. تروح حضرتك تلاقي swelling below the medial palpebral ligament، يبقى ده معناه انه ده اكيد swelling في the area of the lacrimal sac. ابتدي اسأل العيانة history، بتوجع ولا ما بتوجعش؟ في swelling دوت بيوجعك ولا لا؟ عينك بتدمع ولا ما بتدمعش؟ لانها لو بتدمع هتبقى حاجة ولو ما بتدمعش هتبقى حاجة تانية. طب الدموع اللي بتنزل دي serious fluid ولا mucobus ولا bus؟ طب يا ترى السويلينج دوت of rapid ولا of slow onset؟ بقاله فترة صغيرة ولا فترة كبيرة؟ ولا ده من ساعة ما الواحد اتولد؟ بسأل برضو على symptoms، general symptoms of headache fever and malaise present or not. بعد كده أعمل examination للاريا، اشوف السكين ريد وإيديمتس اور نورمال، اعمل بالبيشن للسويلينج واشوفه هوت اور نورمال، اعمل بريشر عليه اشوفه اذا كان تندر اور نوت، اعمل ريجريجيتيشن تيست ويذر ات از بوزيتيف اور نيجاتيف، وادور على الليمفادينوباسي اف ات از لارج اند تندر اور نوت. الحقيقه الجدول ده انا اعمله لكم فاضي علشان حضراتكم تحطوا في الفروق اللي ما بين الأكيوت داكروسيستيتس والكورونيك داكروسيستيتس in infant and adult، وتراجعوا الدرس بتاع المرة اللي فاتت وتملوا الجدول ده برضو الفرق اللي ما بين الداكروسيستيتس والداكروأدينيتس، الداكروأدينيتس بتاعت الدرس اللي فات والداكروسيستيتس بتاع الدرس النهاردة. آخر حاجة ناخدها النهاردة operations of the lacrimal passage، والحقيقة احنا خدنا منها dilatation of the punctae with two snip or three snip operations والcanaliculoplasty والconjunctival dacrocystorhinostomy والdacrocystorhinostomy او DCR والdacrocystectomy. الحقيقة الاربعة الاولين احنا قلناهم ويدوبك جاست ان انت تاخد فكرة عنهم. هنتكلم شوية بالتفصيل عن الdacrocystorhinostomy والdacrocystectomy. الداكروسيستوراينوستومي من اسمها حضراتكم داكروسيست اللي هي اللاكريمال ساك، راينو اللي هي المناخير، اوستومي يعني فتحة، يبقى انا بفتح فتحة من الساك للمناخير. لما يكون عندنا النيزو لاكريمال داكت اكلودد في نفس الوقت البنكتاي والكانالكولاي والساك شغالين كويس،
هفتح فتحة من الساك للنيزر ميوكوزا to avoid this obstruction. ازاي؟ واذا كان هنا في عظمة عندي هشيل العظمة اللي موجودة هنا وخيط النيزر ميوكوزا مع الساك ميوكوزا. يبقى البرينسبل بتاعي أنا anastomosis between the mucous membrane of the lacrimal sac and nasal mucosa and the middle meatus of the nose after removal floor of the lacrimal bony fossa. ممكن أنا أعملها كدكتور عيون وممكن دكاترة الأنف وأذن تعملها من تحت. طب يا ترى إيه الإنديكيشن بتاعة الداكروسيستور أنستومي؟ أول حاجة إن يكون عندي كرونيك داكروسيستيتس ويكون العيان عنده أوكلوجن في النيزو لاكريمال داكت في اليانج أو في الميدل إيتش أو يكون عنده ميوكوسيل. طب يا ترى إمتى ما بقدرش أعملها؟ لو عندي مالجنانسي في اللاكريمال ساك أو أتروفيك راينيتس أو تي بي أو لونج ستاندينج داكروسيستيتس بتبقى الساك خلاص نوت فانكشن كوفايبروزد. وفي بعض الناس بتقول ما بعملهاش كمان في اللاكريمال فيستولا. الأنسيزيا عادة بتبقى جنرال أنسيزيا، ممكن في الكبار أدي ريجونال لوكال أنسيزيا. الستيبس والتكنيكس مش حضراتكم مش مطلوبة انك تعرفوها، ولكن هنقولها سريعة جدا. بنعمل اكسبوجر لللاكريمال ساك، بعمل انسيجن 3 مليمتر نيزل للإنر كانساس، وخلي بالي ان في عندي الانجولار فين 8 مليمتر من الإنر كانساس عشان معوروش. اعمل سبليتنج للأوربوراريس ماسل واقطع الميديال بالبيرو ليجمنت، واعمل ديسكشن للاكريمال فاشيا علشان اعرف اعمل ديتكشن للاكريمال ساك، امشي مع الميديال وول بتاع الاكريمال ساك لغايه ما اعمل لها اكسبوجر، بعد كده اشيل جزء من البوني لاكريمال فوسا باي بون نيبلينج فورسبس عشان اطلع النيزل ميوكوزا تبان قدامي. يبقى عندي الساك باينه والنيزل ميوكوزا باينه. ابتدي في الاثنين في الساك وفي النيزل ميوكوزا، اعمل كات ترانسفيرس من فوق وكات ترانسفيرس تاني من تحت وكات فيرتيكال في النص، ابقى عملت شباك في الناحيتين، شباك الناحيه دي في النيزل ميوكوزا وفي شباك نفس الكلام الناحيه دي في الساك. وبعد كده اعمل سيوتشرينج للانتيرو فلاب مع بعض والبوستيرو فلاب مع بعض علشان تو كرييت انستوموزس بتوين ذا ساك اند ذا نوز. واقفل السكين واشيل الستيتشز بعد من 5 ل 10 ايام. الداكروسيستكتومي ومن اسمها كده اكتومي يعني كومبليت ريموفال او قطع. داكروسيست اللي هي اللاكريمال ساك، اكتومي يعني تقطعها، يبقى كومبليت ريموفال اوف لاكريمال ساك. والحقيقه انا بعمل كومبليت ريموفال اوف لاكريمال ساك في حالات الاتروفيك راينيتس ويت ان هيلث نيزل ميوكوزا، برايمري تيومر في اللاكريمال ساك، تي بي اوف ذا لاكريمال ساك، بريزنس اوف بيرسيستنت اور ريزيستنت ريكورنت هايبوبيون كورنيال انسر، عندنا سورس اوف انفكشن موجود عندي في الساك شود بي ايراديكيتد، لونج ستاندينج كرونيك داكروسيستيتس ويذ ان هيلثي ساك اند ويذ ان هيلثي ميوكوزا. التكنيك بتاع الداكروسيستكتومي اكسبوجر اوف ذا لاكريمال ساك اد ان دي سي ار اكزاكتلي، بعد كده بعمل سيباريشن للساك فروم ذا لاكريمال فوسا باي بلانت ديسكشن، بقطع التو كانيكلاي والساك is twisted with an artery forceps and a valset، وبعد كده بقفل زي الدي سي ار بالظبط. طب يا ترى الكومبليكيشن ايه اللي بتحصل بعد الداكروسيستكتومي؟ اول حاجه ان نسيب ريمننت من الساك او الدكت وفيها جبله سيل هتطلع سكريشن ويحصل لي ريكورنس للريجرج او يحصل لي فيستولا. تاني حاجة مهمة هي الإبيفرا، والإبيفرا زي ما قلنا بتبقى وورس إن وينتر علشان الإيفابوريشن بيقل في الصيف في الشتاء. طبعا حالات كتيرة جدا بتعاني بالإبيفرا بوست أوبرتيف أفتر تاكروسيستكتومي، ولكن معظمها بيقل مع الوقت. في حالات قليلة ما بتشتكيش من إبيفرا
إنما الغالبية بتعاني من إبيفرام. طب بعالج إزاي البوست أوبرتيف إبيفرام بعد الدكروسيستيكتومي؟ حاجات كتيرة، زنك سلفيت أي دروب أو إنجكشن أوف ألكول في اللاكريمال جلاند، نيوروتومي أوف ذا سيكريتوري نيرف، أوربيتال لوب إكسيجن أو بالبيبرال لوب إكسيجن أو ساب كونجنكتيفال سيكشنينج أوف ذا دكت. والحقيقة البوست أوبرتيف إبيفرام بتبقى شيء سيء جدا في العيانين اللي عاملين داكروسيستيكتومي، لأن كل ما حد بيشوفه أو بيشوفها بيقول لهم أنتم زعلانين ليه؟ أنتم بتعيطوا ليه؟ وما انساش أبدا واحدة كانت كل شكوتها للناس كل ما بتشوفها بتقول لها أنت زعلانة ليه؟ أنت بتعيطي ليه؟ علشان هي عندها بوست أوبرتيف إبيفرو أفتر داكروسيستيكتومي. قلت لها ردي عليهم وقول لهم شعر المتنبي اللي بيقول رب كئيب ليس تندى جفونه ورب كثير الدمع غير كئيب. يعني ممكن يكون واحد زعلان بس يعني والجفون بتاعته ما بتتنداش بالدموع. ممكن واحد قوي يكون بيعيط كتير قوي ولكن ما هوش كئيب زي العيانين بتوع الإبيفرا بوست أوبرتيف الداكروسيستيكتومي، بيعيطوا ولكنهم غير كئيبين. مرة فاتت اتكلمنا عن الستات وقلنا ان الستات بتعيط اكتر من الرجالة، وزعل منا الدكاترة الانسات وقالوا احنا ما ننزم دي حاجة بيولوجيكال. والحقيقة في دراسات بتقول the woman crying more than men due to biological factors. اول حاجة the women have similar tear duct than men which means their tears more readily spill over. لكن المسج بتاعها صغير علشان كده اكتر اصغر من الرجالة، عشان كده الدموع بتطلع برة بسرعة. حاجة تانية، الستات عندهم 60% more من البرولاكتين in their body اكتر من الرجالة، والبرولاكتين دوت هو اللي بيخلي الستات عيط، مش هما اللي غاويين عياط. كده نقدر نقول الحمد لله خلصنا diseases of the lacrimal passage بعد ما خلصنا الاناتومي of the lacrimal system and precorneal film tears and diseases of the lacrimal gland. انتظر حضراتكم في الدرس الرابع من lacrimal system وهيبقى عنوانه watering of the eye. اشوفكم على خير، اوعى تنسوا المذاكرة، اوعى تنسوا تدعوا لي، وكل درس وانتوا طيبين.